باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نتابع يا أحبائي تأملاتنا في برنامج منهج حياة، كونوا رحماء فطوبى للرحماء، كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. تأملنا في كونوا رحماء، فالرحمة هي فيزة الدخول للملكوت الأبدي. في اليوم الأخير يا أحبائي، في يوم الدينونة، رب المجد هيقول تعالوا إلي يا مبارك أبي، دوس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. نمرة 2، تأملنا أحبائي في كونوا رحماء ليس فقط بالإحسان بل بتنمية كل إنسان. ثالثا، تأملنا في كونوا رحماء بحب وفرح وسرور. رابعا، كونوا رحماء متيقنين أن الفقراء هم إخوة الرب الأصاغر. نمرة 5، تأملنا في كونوا رحماء مترنمين، من يدك يا رب أعطيناك. سادسا، كونوا رحماء بسخاء بل من الأعواز. سابعا، تأملنا في كونوا رحماء في الخفاء. ثامنا، تأملنا في قول معلمنا القديس يهوذا الرسول ارحموا البعض مميزين، ميز وانت بتعطي الرحمة. كونوا رحماء فطوبى للرحماء، أو بركات الرحمة في حياة الرحماء. بركة الأولى يا أحبائي بركة لقاء الرب، لقاء الرب. كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلته. بركة تانية، إن ربنا يبارك في كل أعمال الرحماء وجميع ما تمتد إليه أيديهم، كما ورد في تثنية 15، أعطي أخيك الفقير ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يديك. بركة الثالثة، ربنا يفيض على الرحماء بالخير والبركة، كما ورد في سفر ملاخي النبي، هاتوا جميع العشور وجربوني يقول الرب، إن كنت لأفتح قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، أي حتى لا يوجد اتساع يتسع له. بركة الرابعة، الرب يبارك نسل الرحماء، كما ورد في مزمور 37، كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، اليوم كله يتراءف ويقرض ونسل للبركة. بركة الخامسة، الرب يبارك حياة الرحماء بل تكمل بركتهم. يشوع بن صراخ يقول ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. بركة السادسة، أن الرب ينجي الرحماء في يوم الشر. يقول داود النبي في مزموره 41، طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب. بركة السابعة، الرب يحفظ الرحماء. طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين والفقير، الرب يحفظه. بركة التامنة، الرب يحيي الرحماء. طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين والفقير، الرب يحييه. بركة التاسعة، الرب يجعل الرحماء مغبوطين في الأرض. مغبوطين يعني مباركين، فرحانين. قال داود النبي طوبى لمن يتفاهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب يجعله مغبوطا في الأرض. بركة العشرة، الرب لا يسلم الرحماء إلى مرام أعدائهم. هكذا قال داود النبي الرحوم، طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب لا يسلمه إلى مرام أعدائه. بركة الحادي عشر، الرب يعدد الرحماء وهم على فراش الضعف. هكذا قال داود النبي، طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب يعدده وهو على فراش الضعف والوجع، إنك مهدت مضجعه كله في مرضه. بركة الاثناشر، أحبائي سعادة الرحماء. داود النبي بيقول في مزمور 112، سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض. بركة 13، الرحماء يدبرون أمورهم بالحق والعدل.
يقول في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرب، يدبر أموره بالحق والعدل. بركة 14: الرحماء قلبهم ثابت متكلا على الرب أثناء التجربة من البداية للنهاية. يقول داود النبي في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرب، لا يخشى من خبر السوء. بداية التجربة قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ثابت فلا يخاف حتى يرى بأعدائه. نهاية التجربة. بركة 15: الرحماء يرتفع قرنهم أو رأسهم بالمجد. يقول داود النبي في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرب، يرتفع قرنه بالمجد. بركة 16: أن الرب لا يتخلى عن الرحماء. قال داود النبي في مزمور 37: كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. لم أرى صديقا تخلي عنه. والصديق وصف داود النبي في نفس المزمور بقوله: يترأف ويقرب. بركة 17: يا أحبائي، أن الرحماء يجدون نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. يقول سليمان الحكيم: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. بركة 18: يا أحبائي، أن الرحمة والحق يهديان الرحماء ومخترعي الخير. يقول سليمان الحكيم في أمثال 14: أما يضل مخترع الشر، أما الرحمة والحق فيهديان مخترعي الخير. بركة 19: ربنا يستر خطية واسم الرحماء، كما ورد في أمثال 16: بالرحمة والحق يستر الاسم. البركة 20: كما قال سليمان الحكيم في أمثال 20: الرحمة والحق يحفظان الملك. بركة 21: أن الرحمة تسند كرسي الملك. وطبعا الملك مش بس رئيس الجمهورية ولا ملك البلاد، كل مسؤول كبير. يقول سليمان الحكيم مختبرا: الرحمة والحق يحفظان الملك، وكرسيه يسند بالرحمة. بركة 22: يا أحبائي، أن الرحماء يحسنون إلى أنفسهم. يقول سليمان الحكيم: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه. بركة 23: الرب يجازي الرحماء عن معروفهم. يقول سليمان الحكيم: من يرحم الفقير يقرض الرب، وعن معروفه يجازيه. بركة 24: التابع العدل والرحمة يجد حياة وحظا وكرامة، كما ورد في أمثال 21. بركة 25: يا أحبائي، من يصنع رحمة ويرمي خبزه على وجه المياه يجد بعد أيام كثيرة، كما قال سليمان الحكيم: ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجد بعد أيام كثيرة. بركة 26: يا أحبائي، الرب لا يصرف وجهه عن الرحماء. توبيد الصديق قال لابنه توبيا: لا تحول وجهك عن الفقير فيكون أن الله لا يصرف وجهه عنك. بركة 27: يا أحبائي، الرحمة تنجي من الخطية وتطهر كل خطية. توبيد الصديق قال لابنه توبيا: يا ابني كن رحوما حسبما تستطيع، لأن الصدقات تنجي من الخطية. ورئيس الملائكة رافائيل قال لتوبيد الصديق وابنه توبيا: الصدقة تطهر كل خطية. بركة 28: يا أحبائي، خير الرحماء. توبيد الصديق قال لابنه توبيا وهو على فراش الموت، قال له: يا ابني احفظ الناموس والأوامر، وكن محبا للرحمة وصديقا ليكون لك خير. بركة 29: يا أحبائي، أن الرحماء بالأرامل والأيتام هم أبناء الله المحبوبون. يقول يشوع بن صراخ في إصحاح 4: كن أبا لليتامى وبمنزلة رجل لأمهم، فتكون كابن العلي وهو يحبك أكثر مما تحبك أمك. بركة 30: يا أحبائي،
مكانة الرحماء عند الله كخاتم عنده، ويحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. يقول يشوع بن صراخ في إصحاح 17: صدقة الرجل كخاتم عندي عند ربنا، فيحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. بركة 31 أحبائي، نصرة الرحماء. يقول يشوع بن صراخ: الأخوة والعون لساعة الضيق، لكن نصرة الرحمة فوق كليهما. بركة 32 أحبائي، نور الرحماء. ربنا بيقول على فم أشعياء النبي في أشعياء 58: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك. بركة 33: صحة الرحماء تنبت سريعا. في نفس الإصحاح نقرأ في أشعياء 58: أن تكسر للجائع خبزك، حينئذ تنبت صحتك سريعا، وينشط الرب عظامك. بركة 34: بر الرحماء يسير أمامه. في نفس الإصحاح يقول إشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، حينئذ يسير برك أمامك. بركة 35: مجد الرب يجمع شمل الرحماء. يقول أشعياء النبي في نفس الإصحاح: أن تكسر للجائع خبزك، حينئذ مجد الرب يجمع شملك. بركة 36، وهي بركة هامة جدا، أن الرب يستجيب لصلاة الرحماء، بل حينما يستغيثون به يقول لهم: ها أنا ذا. يقول أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول: ها أنا ذا. بركة 37: الرب يقود الرحماء على الدوام. في نفس الإصحاح يقول: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، يقودك الرب على الدوام. بركة 38: شبع وارتواء وفيض الرحماء. يقول أشعياء النبي في نفس الإصحاح: أن تكسر للجائع خبزك، تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، أن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ يقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، فتصير كجنة مروية، وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. بركة 39 أحبائي، الرحماء ونعمة البناء والترميم. تلاقي دايماً الرحماء ناجحين في البناء والترميم. يقول أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك، وتدخل مساكين التاهين إلى بيتك، حينئذ منك تبنى الخرب القديمة، وتقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرنم الثغرة، ومرجع المسالك للسكنة. مكان كان ساكن وبعدين اتهدم وبقي مسالك، ترجعه انت للسكنة، نعمة البناء والترميم. بركة 40 أحبائي، اطمئنان الرحماء. دانيال النبي قال لنبوخذ نصر الملك: لتكن مشورتي مقبولة لديك، وفارق خطاياك بالبر، وأسامك بالرحمة للمساكين، لعله يطال اطمئنانك لما تفارق أسامك بالرحمة بالمساكين. بركة 41 يا أحبائي، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، قول رب المجد في العز على الجبل. بركة 42، نقاوة الرحماء. رب المجد بيقول في لوقا 11: اعطوا ما عندكم صدقة، هوذا كل شيء يكون نقيا لكم. بركة 43، كمال الرحماء. رب المجد يقول للشاب الغني: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك واعطيه للفقراء، فيكون لك كنزا في السماء. بركة 44 أحبائي، الأجر العظيم للرحماء. يقول رب المجد في لوقا 6 في العز على الجبل: احسنوا
واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً فيكون أجركم عظيماً. بركة الخامسة والأربعون أن الرحماء هم أبناء الله العلي. كمالة الآية رب المجد بيقول احسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً فيكون أجركم عظيماً وتكونوا بني العلي. بركة السادسة والأربعون يا أحبائي المعطي المسرور يحبه الرب، كما قال معلمنا القديس بولس الرسول. أما البركة السابعة والأربعون يا أحبائي فهي اكتفاء الرحماء. معلمنا القديس بولس بعد ما قال المعطي المسرور يحبه الرب قال والقادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء. نعمة ربنا للرحماء يبقى عندهم كل اكتفاء كل حين في كل شيء. أما البركة الثامنة والأربعون أن الرحماء يزدادون في كل عمل صالح. نفس الآية قال والقادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. أما البركة التاسعة والأربعون يا أحبائي أن الرب يكسر بذار الرحماء وينمي غلات برهم، وده اللي بيقوله معلمنا القديس بولس الرسول أيضا في نفس الإصحاح، يقول والذي يعطي بذارا للزارع وخبزا للآكل أو للأكل سوف يقدم ويكسر بذاركم وينمي غلات بركم. يكسر بذاركم يعني يكسر الخير في ايديكم وينمي غلات بركم ثمار بركم. اما البركه الخمسون يا احبائي فان الرحماء يغنيهم الله في كل شيء. اما البركه الخمسون يا احبائي فهي ان الرب يغني الرحماء في كل شيء. معلمنا القديس بولس بيقول في كورنثوس الثانية إصحاح 9 المعطي المسرور يحبه الله، بعدين يقول في نفس الإصحاح بيوصف الذين يعطوا بسرور بيقول مستغنيين في كل شيء لكل سخاء. يعني ربنا يغني الرحماء والذين يعطوا بسرور يغنيهم في كل شيء. بالإنجليزي يقول you are enriched in everything. تأملنا في حياة أبينا إبراهيم أبو الأباء كيف كان رحيما وكيف أغناه الله في كل شيء. بدأنا تأملنا في حياة داود النبي الرحيم كيف كان رحوما وكيف أغناه الله روحيا لما يقول في أعمال 13 وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا إذ قال وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي. إيه الغنى ده؟ الواحد يبقى قلبه حسب قلب ربنا. في صمويل الثانية صحة 23 يقول وحي داود ابن يسى ووحي الرجل القائم في العلاء. أنا لما أحس إن أنا قائم في العلاء إيه الغنى ده؟ ربنا أغنى داود النبي الرحيم روحيا وأغناه نفسيا ومعنويا بحفظه له، فاختبر داود النبي في حياته سيمفونية الحفظ الإلهي. تكلمنا عن الجزء الأول من السيمفونية، قول داود النبي في مزمور 32 أنت ستر لي من الضيق تحفظني. الجزء الثاني من السيمفونية الرب يحفظ جميع عظام الصديقين كما ورد في مزمور 34. الجزء الثالث في مزمور 121 آية 3 و 4 لا يدع رجلك تذل فلا ينعس حافظك وإذا لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. تحس إن ربنا بيحفظك فما يخليش رجلك تتزحلق. الجزء الرابع من السيمفونية ما ورد في مزمور 121 آية 5 و 6 الرب حافظك الرب يظلل على يدك اليمنى فلا تحرقك الشمس في النهار ولا القمر في الليل.
الجزء الخامس من السيمفونية ما ورد في مزمور 121 آية 7: الرب يحفظك من كل شر ومن كل سوء. الجزء السادس من السيمفونية موضوع تأملنا النهاردة: الرب يحفظ نفسك ونفسيتك. يعني جزء مهم قوي. يا ما يا أحبائي نفسيتنا بتتعب، يا ما نفسيتنا بتتعب، يا ما بنمر بمواقف وأحداث متنوعة وتتأثر نفسياتنا بكل موقف وحدث نعبر به، طار نفرح وطار نحزن، طار نضطرب وطار نهتز، وطار نخاف وربما نجزع، وهكذا تتقلب نفسيتنا مع مواقف وأحداث يومنا. أما نفوس الرحماء والأتقياء فالرب يحفظ نفسيتهم. الرب يحفظ نفسك ونفسيتك. في لجة من الحنان الفائق: هكذا يختبر الرحماء كيف أن الرب يحفظ أنفسه. داود النبي الرحوم كم عبرت به الأيام في مواقف وأحداث حالكة، ولكن الرب كان حافظا له. يقول في مزمور 86: احفظ نفسي لأني تقي، يا إلهي خلص أنت عبدك المتكل عليك. في مزمور 97 يقول: الرب حافظ نفوس أتقيائه، حافظ نفسيتهم لا تهتز بل دايما فرحانة. في مزمور 119 يقول: نفسي في يديك كل حين، نفسيتي في يديك كل حين. ده غنى إن ربنا يحفظ نفسيتنا. اللي نفسيته محفوظة ده غني، مستغنيين في كل شيء. داود النبي اختبر إزاي ربنا أغناه روحيا وأغناه نفسيا، إنه يحفظ نفسه برغم إنه عدى بمواقف صعبة جدا، بس نفسي في يديك كل حين، كل حين. أما الآية الجميلة التي وردت في مزمور 94: عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. إيه بس الكلام ده؟ ده الواحد لما بيجيله هم واحد بيقلب كيانه، ده لما يبقى بعيد عن ربنا. إنما اللي نفسه محفوظة في إيدين ربنا يجيله هم واثنين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، هموم كثيرة، إنما مش نفسه ربنا حافظها، ربنا يلذذ نفسه بتعزياته. خلي بالكم يا أحبائي، مش بس نفسي في يديك كل حين، مش بس الرب يحفظ نفسك ونفسيتك، لا، إنما ربنا الهموم تكتر عندك، ومش ربنا يحفظ نفسك من الهموم، لا، يسكب عليك تعزياته وتعزيات ربنا تلذذ نفسك، مش تبقى محفوظة، لا، تلذذ نفسك. أي غنى هذا يا أحبائي؟ أدعوكم يا أحبائي أن تعيشوا هذه الآيات، أن تكونوا رحماء، أن تكونوا رحماء، أن تكونوا رحماء بزيادة. ولما تكونوا رحماء بزيادة هتختبروا يا أحبائي إزاي ربنا بيحفظكم. تختبروا الجزء السادس من سيمفونية الحفظ الإلهي إن ربنا بيحفظ نفسك، مش بس يحفظ نفسك، لا، تعزيات الله تلذذ نفسك. يعني إيه تعزيات؟ يعني إيه ربنا يعزيني؟ إنه ربنا يفرحك بفرح روحاني، تحس بلذة روحانية، تحس براحة فائقة، تحس بحلول إلهي في القلب، تشعر بلمسة إلهية في القلب، تشعر بانتقال للمجال السماوي مع اقتراب خاشع من العرش الإلهي
وما يصاحبه من فيض تعزيات، تحس انك قربت قوي من ربنا، او كل هذه المشاعر هي دي تعزيات الله. عشان كده نقرا احبائي في اشعياء 51: انا هو معزيكم، كانسان تعزيه امه ها انا اعزيكم. ونقرا في يوحنا 14: اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. الجزء السادس من السيمفونية أحبائي إن ربنا يحفظ نفسيتك في وسط ظروف العالم المتقلبة، وليس فقط يحفظ نفسيتك كما ورد في مزمور 121، لا، ده ربنا يسكب تعزياته في قلبك فيجعل نفسيتك في لذة مهما انكسرت الهموم. وده اللي قاله داود النبي: عند كثرة همومي في داخل تعزياتك تلذذ نفسي. سيمفونية الحفظ الإلهي، كل ما نكون رحماء، كل ما نتذوق سيمفونية الحفظ الإلهي، وده غنى قال لنا عنه داود النبي الرحيم: كيف تذوق إن ربنا كان بيحفظ نفسيته، بل عند كثرة همومه كان يسكب تعزياته في قلبه فيجعل نفسيته في لذة. إلى اللقاء يا أحبائي في الجزء الأخير من سيمفونية الحفظ الإلهي، الحلقة القادمة إن شاء الله. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.